بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا الأسبوع راح تكون الجزء الأول من الفصل البايبنج سيستم بيرفورمانس، وأكمل الجزء الثاني للمحاضرة في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله حتى نخلص هذا البايبنج سيستم اللي إحنا تركناه. طبعا ليش؟ لأن كان على أساس الوقت ضيق وما يكفينا، فعبرت عن هذا الفصل 4، في حين أنا من دخلت إلى الشابتر 6 احتاجيت معادلاته، فقلت لك أنه هذه معادلات المرقمة الفلانية اللي سواء كان بطريقة الأفرجينج تيمبرتشر أند بريشر أو بطريقة الكالندر سميث راح تكون هاي المعادلة بمجرد أن أطبقها. اليوم راح نشوف أنه هذا الشابتر عن شنو يحكي حتى يعني يصير عندك المعلومة تقريبا متكاملة من رحلة المائع من خلال جريانه بالأوساط المسامية، يعني من خلال الطبقة المكمنية ودخوله إلى الباتم أوف ذا ويل، ومن ثم هجرته أو رحلته للأعلى سواء كان بطريقة الهوريزونتال ويل أو بطريقة الفيرتيكال ويل، ومن ثم يوصل إلى الويل هيد ويأخذ رحلته الثانية اللي هو على السطح خلال البايبينكس. الشابتر 3 اللي كان قبله اللي هو على السيستم، ممكن نتكلم على النظام الجريان الموائع خلال الأوساط المسامية على السيستم، فقدر أن يحدد لي الابيليتي مال الريزرفوار أنه أو الويل إيش قد ممكن أنه ينتج، إيش قد يدفع فلو. فإذا chapter 3 now demonstrate that the ability of the gas reservoir to produce for the given set of the reservoir conditions. وهذا كان أساسا يعتمد على ما يسمى بال bottom hole flowing pressure اللي هو PWF. ولو رجعنا إلى الشكل 1.6 يعني بال chapter راح تشوف أنه هذا يعني يعتمد على كثير من مفاصل هبوط الضغط اللي راح أخسره حتى أوصل المائع للأعلى. فمثلا البي دبليو اف راح يكون مثلا يساوي لنا بي سيبريشن زائدا الدلتا بي اف فلو، والاف فلو هو بريشر دروبس بالفلو لاين، زائدا دلتا بي بالسي اتش اللي هو يقصد به بالسيرفيس تشاك اللي هو الخوانق الريستريكشنز اللي موضوع على رأس البير أو اللي موجودة في أماكن معينة، ودلتا بي تيرب اللي هو يعني تيرب الويل تيوبينج سوري مو تيرب وإنما تيوب، وأكو الار تي اس اللي هي خاصة بالأذر ريستريكشنز يعني غير تشك أذر ريستريكشنز اللي هي مثلا سب سيرفيس سيفتي فالفز الفيتينجز إلى آخره. هاي كلها خسارة، زائدا البي سيبريشن يا الله أقدر أحسب شنو البي دبليو اف. هذه طبعا أنا ليش بمناسبة أنا ليش يعني أريد أوصل إلى هاي المعادلة، يعني ليش أنا أمر بهاي الفقرات كلها؟ أنا أريد أوصل لوين؟ إلى بي دبليو اف. إذا تتذكرون معادلة الديليفرابيليتي الأبسط أنواعها اللي هي PE squared minus PW squared تساوي C مو العفو Q standard condition تساوي C افتح قوس PE squared minus PW squared أس N مو صح ولا؟ فال PWF موجود هاي المعادلة مع deliverability، لذلك أنا شنو لذلك أنا أريد أحسبه. واضح؟ راح نتذكر يعني بعض المعلومات اللي مرت بينا بالflow equations بالpipes أو بالconducts بمعادلات الثيرموديناميك. واضح؟ فإذا تشوف أنه يعني جريان مائع، وإذا نأخذ حالة steady state flow energy، راح نأخذ حالة steady state نقطتين يعني نقطتين على مجرى المائع، راح يكون عندنا internal energy في النقطة رقم واحد زائدا P1V1 اللي هي الانرجي اللي جاية بسبب عملية expansion أو compression بتأثير الضغط والحجم
لا طبعا هاي يعني هاي اشاره الى العلاقه الثرموداينامكيه او الخواص الثرموداينامكيه زائدا ام في 1 سكوير على ال 2 جي سي اللي هي اشاره للطاقه الحركيه لانه هنا عندنا مربع سرعه زائدا طبعا هذا كله في النقطه رقم واحد في المائع زائدا ام جي اتش 1 على الجي سي وهذا البوتنشال انرجي والبوتنشال انرجي اللي هي الهيدروستاتيك او الطاقه الكامنه زائدا او اللي سببها التعجيل زائدا كيو سمول بار هاي حراره هذا مو فلو اللي هي هاي الهيت انرجي ادد تو ذا فلويد واكو دبليو اس هو الشغل الذي منجز بالمائع او على المائع في النقطه رقم واحد زين يساوي لنا هذه الثوابت بالموجوده وين بالنقطه هذه هي المعادله العامه ستدي ستيت سيستم انرجي بالانس يعني المعادله العامه لموازنه الطاقه بين النقطتين على مجرى مائع الان لا تلاحظ اكو ام موجوده زين فش اسوي انا هسه راح ابدي اقسم جميع حدود المعادله رقم 2 باي ماس فتطلع بير ماس فلا فشكلها ايش راح يصير راح يصير دي يو يساوي لنا دي بي على الرو لانه فوليوم على الماس واخذ صيغه الديفرنشال مالتها فاخذت فيعني قصدي اشتقها للمعادله طبعا هنا ام على 2 جي سي هو ثابت فيشتق السرعه وهذا همتين ثابت يشتق بس الاتش زين وهاي عندك الدي كيو وهذا الدي دبليو يساوي لنا صفر الديفرنشال اللي هي يعني تنطيك الفروقات ما بين النقطتين بيساوي لنا صفر كانما نقل الاجزاء Now this form of energy balance equation يقول هذه المعادلة إذا أريد أطبقها إذا أريد أخضعها للحساب صعب هذه فش أسوي لازم أروح أستعين بالثرموديناميك حتى شنو حتى الديو شعوض عنها الديو في الحقيقة شعوض عنها هي تساوي لنا الدي اتش الدي يساوي لنا دي اتش ماينس دي دي بي على الرو فراح أشيل الديو تلاحظ باو انت خلي هاي ببالك هاي معادلة ديو هذه ساوينا دي بي على الرو راح اسوي راح اخذ الدي اتش دي اتش ايضا ارفعها باع دي اتش ناقصا دي بي على الرو راح ارفع الدي اتش اخلي مكانها تي دي اس زائدا دي بي على الرو وهذا منين جبتها يعني هاي جبتها كلها من الثرموداينامك يعني ارجعت للثرمو يعني هذا كله بصف ثاني هذا ماخ ثاني فذاك الوقت راح يساوي لنا دي يساوي لنا بالتعويض طبعا تي دي اس دي بي على الرو اللي هي هذه دي اتش ناقص هاي انزلها زين فش يبقى لي؟ يبقى لي هاي تروح ويا هاي زين يبقى لي شنو؟ تي دي اس تي دي اس وهاي الثانيه الدي بي على الرو زائدا في دي بي على الجي سي زائدا هذا زائدا دي كيو زائد هاي مع المعادله هذه الدي بي هذه المعادلة مالتي أصبحت بهذا الشكل الآن عندي انتروبية والانتروبية هم لازم أتخلص من عدها طبعا from irreversible process irreversible process يعني العمليات غير العكسية كل شيء كل عملية ثرموديناميكية كل عملية فيزيائية كل عملية ميكانيكية تحدث ويصير بها تغيرات في البارامترات المتحكمه في هذه العمليه وما اقدر ارجعها مره ثانيه اسميها الريفرسبل فكلاسيوس انطانا ان ايكواليتي يعني متراجحه انه دي اس اكبر تساوينا ماينس دي كيو على دي تي او هي هاي اقدر اسويها اجانا حد هو الدي دبليو ال يساوي لوز ديو تو ذا ريفرسبل وهذه لو اجيت اخذتها كتبت ماينس دي كيو دي ال دبليو طبعا هذا بسبب الفريكشن مو صحيح لان ايرفرزبل الاحتكاك غير عكسي انا هسه امشي على قاع خشنه مسافه طويله اخسر طاقه لو ما اخسر زين انا اذا اقدر ارجعها هاي بعد ما اقدر ارجعها فمثلا الفريكشن فراح اخلي ناقص دي كيو بمكان من مكان هاي فالناقص دي كيو تروح ويا هاي دي كيو موجبه شو يبقى عندنا زين الان بقى عندي هذه المعادله
هنا فرضت زين أنه ماكو work، يعني لم ينجز work على ال... لم ينجز. تلاحظ هذه النقطة رقم واحد، هذا flow system control طبعا، هذا هو control volume، هاي نقطة رقم واحد، هاي نقطة رقم اثنين، نعدنا حرارة، هذا إنجاز شغل. هذه هي معادلة موازنة الطاقة، أخذتها من هذا control volume. الآن فرضت فوصلت وصلت إلى الحدود التالية: dP على الرو زائدا dV، VdV على GC زائدا G على GC زائدا dW. كل حد من هاي الحدود يعبر عن losses. Okay. Now if we consider pipe incline، إذا incline مائل بزاوية، فهذا الDL، هذا الDL، لاحظ هذا العمودي لازم أضرب بمن؟ لازم أضرب ساين الزاوية، اللي هو G على GC رو ساين ثيتا. هذه هي المعادلة. زين، في multiply equation by رو على dL و رو على dL. طبعا هو أول شيء dL آنين أخذت مائل dH هو dL ساين ثيتا، بعدين قسمت يعني ضربته في قسمت على dL وضربته في رو، فيبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا dP على dL رو في دي في على جي سي زائدا جي على جي سي رو ساين ثيتا زائدا الى هذه المعادلة. واضح؟ هاي المعادلة كان بي سولف ذا بريشر جريدينت. الان اصبح كل حد من هاي الحدود هو بريشر جريدينت. دي بي على تي ال تساوي لنا الهيدروستاتيك، الكاينتيك والفريكشن. فدي بي على دي ال فريكشن يساوي لنا هذا طبعا الاول، فريكشن يساوي لنا رو دي ال على دي ال. اني هسه شغلي وين؟ هسه الان راح ينصب شغلي على الفريكشن. شوف ليه؟ ليش؟ لانه مجموع الخسائر هسه، العفو، مجموع البرشن جراديانت الان واضحه عندي، بقى منو عندي؟ بس عندي فريكشن. شلون احسب هذا الفريكشن؟ يعني شنو المقادير اللي اخليها حتى يعني اقدر يعني اقول اني بالنسبه لي بالهوريزونتال بايب الفلو انرجي لوسز او بريشر دروبس ار كوز باي تشينج بالكاينتيك انرجي اند فريكشنز لوسز اونلي. هاي وين؟ هاي دا احكي بالهوريزونتال. Most of the viscous shear occurs at the pipe pole. The ratio of the both shear stress to the kinetic energy per unit هذا هذا ما اطلق عليه، ما هاي مجموعة dimensionless اطلق عليها اسم friction factor. ومن هاي الفكرة ومن هاي المعادلة بدأت تتطور عندنا افكار friction factor. فاكثر friction factor انا استخدمته هو مودي. هسه اوصل له خلا اشوف الفريكشن فاكتور اللي موجود. طبعا هذه اشتقاقات كلها موجوده. بعدين اخذوا حاله طبعا هذا اخر شيء وصلت له الفريكشن فاكتور، هذا هو الاف. فمره باللامينر طبعا راحت على معادله هيجن بوازيل وبالسموث هذا لا هذا باللامينر. اللامينر قيمه اف تساوي 64 ميو على الرو دي في، وال 64 طبعا رينولد نمبر هو رو دي في على ميو، ورو دي في على ميو هذا هو دايمنشنلس، وهو معناته فورس تو ذا فيسكس شير فورس، يعني الفيسكس فورس تو ذا شير فورس معناته. واذا تروح على التربلنت زين، فالتربلنت هم ايضا اقبل مجموعه من المعادلات اللي هي الاكسبيرمنتال اشتقت لهذا الاف، وكانت بالسموث وول بايب وبالرف زين. فاذا كان سموث فاستخدم هاي العلاقه، سواء كان هذه او هذه حسب الحدود مال رينولد نمبر. اما اذا كانت الرف بايب فاني استخدم ال 417. طبعا هذا هو شكل مودي دايجرام اللي احنا اخذناه بصف الثاني، اللي هو ريلاتيف رفنس اللي هي الخشونه على الدايمتر. وهذا لاحظ هذا الخط اللي هو بال 64 هذا مال لامينر، وهي مناطق الفولي رف اللي هي مناطق ال وعدي. هذا قيمة رينولد نمبر وفريكشن فاكتور 4.17 هو
هذا المعادلة لهذا الشارت. ومخلي لي مثال طبعا شلون نحسب فريكشن فاكتور. طبعا انا ما في هاي المرحلة بهذا الشابتر الرابع، انا مو شغلي احسب فريكشن فاكتور، وانما انا رايح على موضوع حسابات الدليفر ابيليتي مال الغاز. زين، فهذا الأربعة واحد وبعد ما عرفنا الفريكشن فاكتور نرجع إلى هاي الصفحة، نرجع إلى هاي الصفحة اللي هي دي بي على دي ال، هذا البريشر جريدينت والإليفيشن والفريكشن والأكسلريشن. زين، في كل واحد من عندهن والبروسيجر شلون أحسب التوتال، يعني شلون احسب هنا برنامج بالحاسوب نفلو تشارت وكالكوليت بريشر ترافيرس، يعني علاقه الضغط مع مع المسافه العموديه او المسافه الافقيه. وطبعا هي خطوات موجوده، ستارت ان تبدا، شو تسوي، شو تفرض، شلون تاخذ الدي ال، تحسب البروبرتيز ويا الكونديشنز اللي عندك، وتحسب بريشر جراديانت. هذه الخطوات اللي موجودة. هاي الخطوات راح تظهر بالحلول، يعني بالطرق. مثلا هسه نجي flow in wells. Several methods are available for calculate static and flowing a pressure drop in a gas wells. So the most widely used method هي calendar Smith وطريقة الافرجينج. خلي اول شيء اجي الى static bottom hole pressure. راح اخذ الحالة شنو؟ راح اخذ حالة الـ vertical. راح ناخذ حالة الـ static اللي هي حالة الـ vertical. vertical يعني الزاوية 90 وساين الزاوية 1. ومن نقول static bottom hole pressure يعني shut in، والشت in سرعة ماكو جريان، فالـ V يصير صفر، فحد الـ friction راح. ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا دي بي على الدي ال، راح عندنا دي بي على الدي اتش هنا، هنا فيرتيكال راح يبقى منه، و الاكسلريشن هم هنا ماكو. زين، فيبقى عندنا جي اللي هو الرو جي على الجي سي. الرو جي بالنسبه للغازات بي ام على زد ار تي، فالدي بي على الدي شو اسمه يساوي لنا كذا دي اتش. الان افرج بريشر اند تمبرتشر ميثود، الافرج بريشر اند تمبرتشر ميثود هذه الطريقه الاولى والبسيطه طبعا. زين، فالبي دبليو اس اللي هو الشت ان ويل بريشر يساوي لنا بي تي اس. البي تي اس التيوبيك بس في حاله شنو؟ الشت ان، يعني ستاتيك تيوبيك بريشر. احنا هسه الان غالقين البير، فلو ماكو، فالبي دبليو اف يتحول الى بي دبليو اس يعني شت ان ويل بريشر، شتن ويل باتن بريشر، وهذا تي ايضا هيماتين ستاتيك، فيطلع عندنا هذا المقدار ستاتيك او ما يسمى بالشت ان باتن هول بريشر، والبي هو ستاتيك تيوبينج بريشر. واضح؟ وبقي البارامترات موجوده، والزد افرج طبعا تي هي افرج تمبرتشر بالتيوبينج بوحدات الرانكن، والزد الغاز كومبرسبيلتي مو السي جي الايزوثيرمال ذاك غاز كومبرس، لا هذا غاز كومبرسبيلتي فاكتور. زين، بي افرج يساوي بي دبليو اس زائد بي تي اس تقسم على 2، والزد هي ميكس ذا كالكوليشن ايتريتيف، الحل ايتريتيف. لو افترضنا انه نريد نجيب سؤال على هاي الطريقه، ما اقدر اني استمر هوايه محاولات بالسؤال، انا هذا السؤال وقته نص ساعه خلص. اذا شنو معناته؟ تلاحظ شلون؟ فنسوي نفذ محاولة محاولتين نوقف، انتهى الموضوع. مثلا مثال ومنطيني معطيات، زين، يطبق المعادلة 4-23، هاي 4-23 اللي تحسب الـ PWS على أساس الـ Z. زين، فالطريقة أنه a good first guess PWS now can be obtained from PWS star، يعني هذا أسيوم. زين، في حسبه من هاي المعادلة. زين، وعنده الـ PWH قد طالع عنده بالله المقدار، طالع ل 5000 PSI، تي افرج، تي سيرفس زائد تي مالفورميشن تقسيم 2 قسم من
يعني جمع القسم على 2 طلع بي افرج ايضا يحسب البي بي سي تي بي سي زين بعدين يحسب البي ار تي ار ايش قد طلعت الزت ايش قد طلعت 0.95 زين اذا طلعت 0.95 يرجع يحسب بي دبليو اس هاي بها زت مو هاي زت فيحسب بي دبليو اس ايش قد طلعت له 4865 هذا ال 4865 مو قريب ال 5000 فش اسوي راح اعتبر ال 4850 هو الاسيوم مو قاعد اعتبره بالضبط هو الاسيوم واطلع الافرج وبي ار وتي ار وكل يعني اعيد الحسابات طلعت ايش قد 4865 وهو 65 خلاص هذا قريب ها هي فقيمه الزت هي هاي وها هي قيمه البي دبليو اس حسبته فهذه هي طريقه الافرجينج بطريقتها الطريقه الثانيه لا طريقه اسمها كالندر اند سميث so the method presented by the calendar and smith now takes into account the variation of the temperature with the depth and variation of the z with the pressure and the temperature هاي الطريقه تاخذ بنظر الاعتبار تغير درجات الحراره مع العمق وهي طبعا فعلا هي درجات الحراره تتغير يعني فوق 60 تنزل جوا 200 و300 و250 الى اخره زين وزت ايضا تتغير طبعا زت هي as a function of the pressure and the temperature فتتغير مع تغير الضغط ودرجه الحراره هذه الطريقه فمن المعادله 4.21 زين وحسبناها طبعا بطريقه الانتجريشن now using series expansion يعني طريقه التكامل بسيريز اكسبانشن so the value of the integral approximated by i dp اللي هو هذا اي دي بي تساوي لنا بي ام اس ماينس بي تي اس مضروب في اي ام اس زائدا اي تي اس زائدا هذا المقدار شنو هاي البارامترات اي و بي خلينا نشوف اي ام اس اي ايفالويتد ات بي ام اس الام هو الميد بوينت اذا معناته يجي ياخذ الفيرتيكال ديبث كله يقسمه تو سيجمنت زين بالنص يسميه ميد بوينت يحسب قيمة البرشر بالميد بوينت بالبي ام اس هو البرشر على الميد بوينت يساوي ان الاتش على 2 للويل والاي هو ايفالويتد ات ذا والاي ايضا ايفالويتد عند الميد بوينت وكذلك يحسب التي افرج والاي تي اس هذا ايفالويتد ات ذا تي اس تي اس هو تيوبينج ستاتيك مو تي اس هو تيوبينج ستاتيك يعني عند السطح هذا والتي اس هاي درجه الحراره مع سطح 60 اي دبليو اس هذا الاي عند البي دبليو اس هذا الشات ان باتم هول بريشر والتي مال الاف مال الفورميشن فلذلك the calculation process consists of dividing the well into two equal segments تقسم الاتش على 2 وتطلع البي ام اس بهاي الطريقه وطلع البي دبليو اس بهاي الطريقه مثال ايضا هم عطيه حالنا اياه انه شلون يحسب البي دبليو اس بطريقه كالندر اند سميث زين يقول ارجع للمثال الثاني واخذ المعلومات من عنده هو ايش قد كان ايش قد كان الاتش 10000 قدم ها جيد هذا حسب هسه ال بي ام اس بس ستار لانه بعده بايتريشن والتي ايضا زين درجه الحراره شوف في الاي تي اس الاي تي اس عند السيرفس تي 70 والضغط مع التيوبينج شات ان 4000 والزد بوينت 8 فالاي تي اس حسبه بعدين استيميت قدر بي ام اس قدره 4000 ايش قد ثاني لا اي بي تي اس مو البي مي ال هو يدي يقدر البي ام اس نا استيميت فالبي ام اس ستار شو يساوي لنا بي تي اس 4000 زائد اي ام اس اي تي اس واي ام اس يطلع عند 4500 درجه الحراره زد كالكوليت احسب اي ام اس اذا حسبت اي ام اس تحسب بي ام اس و
أخير شيء قد طالع عنده 4464، بينما البريفيسلي كان 4465. شنو هاي؟ كلش قوي هذا النوب، يعني معناته هذا أخذ الجزء الأول. يعني هسه هذا هنا الجزء الأول، بديت من الـ TS، زين هذا الجزء الأول بديت من قيمة الـ، شوف هنا بديت بقيمة الـ 4000 هو الـ PTS هذا، ونزلت لي جوا إلى النقطة الوسطية طلعت PMS، ورا ما ثبتت PMS 4400 راح أبدي من عدها وأنزل لي جوا، يعني معناته مرتين أني أشتغل هذا الـ well، لأن تو سيجمنت أجعل اثنين، مرة المقطع الأول أبدي بالـ TS وأطلع الميد، بس إحنا احتمال هنا سوى iteration، ورا ما تثبت القيمة اقتنع بها من PMS أروح للـ PWS. أخير شيء قد طالع PWS 4880، وهو PTS عندك 4000 إيزين. يعني a third iteration yields the value. Now this is compared with the value 4868 obtained إلى آخره. هذه المثال عندما كان عندنا حالة static، يعني ما عندنا flowing. إذا عندنا flowing يعني bottom hole flowing pressure أيضا راح نستخدم. طبعا يكون عندنا bottom hole. شنو اللي يتعقل الموضوع؟ كان هناك بس الستاتيك، هسه راح يدخل شنو عندنا؟ يدخل عندنا حد الكاينتيك. اهمل الاكسلريشن for the flowing well is not zero، so ignoring acceleration يبقى عندنا دي بي على دي ال pressure gradient يساوي لنا مجموع الاثنين ذني. Several methods have been presented for the integrated equation 425، وراح نستخدم نفس الطريقتين اللي هي طريقة ال pressure temperature averaging أو average pressure temperature أو طريقة ال calendar and Smith. فهذه أول طريقة، زين هاي المعادلة وهذا الحل مالتها، وكل حد من الحدود موجود، كل حد. ولا تنسى هنا صار عندك friction factor، وإذا أكو friction factor معناته أكو رينولد نمبر بالموضوع. يعني شلون طلع friction factor؟ friction factor هذا function of the رينولد، وال الابسلون على الدي اللي هي relative roughness الخشونة النسبية، وهذا شكل 4-4 هذا مودي chart. فعدي procedure بالحل انه تفرض قيمة الى Z star، وهو همتين يعني منطيني خوش indication ببداية انه good first estimate 0.9. Viscosity which may be either estimated or evaluated at the non-pressure. بعدين وراها الخطوة الثانية تحسب الـ non-pressure باستخدام المعادلة 427. Calculate the average pressure و compare، تقارن. إذا صار أقل من 0.001 اقطع. هي هاي النتائج حصلت صحيحة. إذا ماكو تعيد. اللي حسبته يعتبر estimated وتعيد. واضح؟ وهذا المثال راح شون ليش الأمثلة يعني شو اسمه iterative triant error هماتين. هم نفس الشيء إذا جبنا نتيجة سؤال الامتحان أكثر من محاولتين ما نقدر نسوي، بس حتى نتعلم. زين طريقة كالندر سميث، هذه طريقة كالندر سميث. Now derivations of the calendar Smith method for the flowing well now begins with the equation and the substitution. فال V يساوي لنا Q على A، والQ هو كيو، الكيو هنا الموجود اللي هو كيو ستاندرد كونديشن، بي ستاندرد كونديشن، تي زد على هذا بي جي، هذا وحده هذا بي جي، ماشي. دي بي على دي ال يساوي لنا بي ام كوساين فاي على زد ار تي زائد هذا المقدار، هذا هو الحل. فيطلع عندي يعني هاي المعادله السي هو هذا المقدار الثابت، و الـ pressure gradient يعني integration is the right hand side of the equation 29. هذا المقدار راح يساوي لنا 34 او 431. اكو عندي حد طلع اللي هو F
مو اف سمول، اف كابيتال سكوير يساوي لنا هذا المقدار. والمعادلة 34 in the short notation and dividing the well into two increments أيضا راح يقسم ليها قسمين، يقطع المسافة العمودية كلها قسمين بالنص. زين، ف 18.7 specific gravity بالmeasured depth يساوي لنا PMF من أم الميدل ناقصا PTF اللي هو tubing flow مضروب في الـ I زائد I. أوكي، وكل اي بيهن هو هذا، كل اي بيهن هو هذا المقدار. والسوليوشن بروسيس سيميلر تو ذات فور ذا ستاتيك، يعني يقول هو الحل هو انت نفس يعني حل ستاتيك هم ايتريشن، ولذلك نفس يعني هذا البيانات تقريبا مال السؤال هو نفسه راح يعيدها بطريقه كالندر، وتشوف شلون يعني شلون استيميتد وشلون كالكوليتد الى حد معين. بمناسبه لو استخدمنا الحاسوب راح تكون عندنا القناعة بالإنكريمنت يعني مال المحسوب المفروض راح تكون بواحد بالألف، لكن هنا لا، يمكن يعني أكو قناعة تكون بفروقات بالبي أس آي، هم ماكو مشكلة، ماكو بيها فكرة، يعني هي مجرد يعني عملية كالكوليشنز خطوة بعد خطوة، ما عندي فد ما عندي فد فكرة بهاي الطرق. أني الفلو هذه الحالة اللي يصير بها الكومبليشن، أنت منزل كيسينج بالويل وتنزل تيوبينج وتنتج من الأنيولر، يعني تنتج قصدي من الفراغ الموجود ما بين التيوبينج وال، فوين الفروقات اللي راح تصير عندك؟ تقدر تستخدم نفس الطريقة يعني أبرج التمبرتشر وبرشر، وتقدر تستخدم طريقة كانال سميث. الفرق هو بدي بالدايميتر، هنا راح يصير عندك الدي اتش زين اللي هو الافكتيف دايامتر يساوي ان دي سي اللي هو الانسايد دايامتر مال الكيسينج، والدي هذا تي مال تيوبينج الاوتسايد، هذه فقط اللي راح يصير عندك. اما المساحه اذا خاف عندك مساحه راح يصير عندك باي على 4 دي سي كوير، دي سي كوير منه هو هذا هاي. واذا عندك اكو عندك دي 5 موجود في معادله 427، خل ارجع على 427 اشوفها، معادلة 427 هاي اكو عندي هاي دي 5، فالدي 5 شنو شلون تعوضها؟ تعوضها بالطريقة التالية، تعوضها 4 في 1 هذا يقول في 427 or the calendar and the smith D5 is replaced by شوف DC تربيع ناقصا DT تربيع، تربيع في واحد، تربيع في واحد. اوكي، هذا القوس تربيع في is replaced by هاي، هاي شكل يعوضها، والبقية الخطوات خلاص بعد ما عندنا شيء. زين flowing in pipelines، flowing in the pipelines يعني مو منطقة الفيرتيكال، لا منطقة الهوريزونتال. For the most practice case of the gas flow in the pipeline, the line can be considered horizontal. Pipeline اللي برا يعني من سطح فوق. Then and the hydrostatic or elevation component as well as acceleration can be dropped from the general equation. بعد ماكو فروقات بالارتفاع بالH، فحد الهيدروستاتيك يروح اللي هو جي على جي سي بالاتش يروح هذا، والاكسلريشن ايضا هماتين احنا حتى همنا بالفيرتيكال هسه هماتين هم، لان تاثيره كلش قليل هذا الدي بي على الدي ال بسبب الاكسلريشن. يبقى منه يبقى الكاينتيك انرجي، الكاينتيك مهم. زين فماني سوليوشنز للمعادله 34 هاف بين بروبوز اوفر ذا ييرز. The difference most of the solutions result from the use handling friction factor. اكو هواية طرق موجودة يعني إذا تريد تحلها حتى تطلع الفروقات وين صارت، هنا بالفريكشن فاكتور، يعني أي طريقة تقدر تطبقها. هسا شوف هسا عندك P1 سكوير ماينس P2 سكوير يساوي لنا هذا المقدار، هسا بقى عندك منه؟ بقى عندك الفريكشن فاكتور. فإحنا عندنا طرق موجودة، طرق
اللي أسماءها هو راح يستخدمها بالحل. أول شيء هذا مثال بس يدربنا على استخدام المعادلات اللي هي 35 36. بس أكو هنا مثال calculate the flow capacity of the flowing pipeline P1 P2 وطوله 30 ألف متر ومنطيني هاي القياسات. أوكي، فالطريقة مع الحل شلون طريقة الحل؟ أنا قلت لها هاي طرق، هاي طرق موجودة. طريقة الحل estimate أول مرة أفرض قيمة للفريكشن فاكتور، وهم راح يقول لي شلون الزيت من قال لي هناك أفرضها 0.9 أول ما تبدي بيها بالفرضية 0.9 هنا أهم ماتي راح يقول لي إيش قد estimate F star calculate Q use 36 مع 36 احسب رينولد نمبر زين calculate F using مودي دايجرام أو المعادلة 417 هي نفس المودي دايجرام مودي شارت compare الافرادتها مع الحسابتها اذا مس هو مو متساويين يعني اذا اكو فرق بيناتهم مقبول اوكي واذا ماكو لا فاجعل المحسوب مفروض وعيد حسابات ف go to the step number 2 ارجع هنا مثلا هو شو يقول لك ايش قد estimate 0.01 واحد يحسب يقول افرض الفريكشن فاكتور ايش قد افرضها اول ما تبدي 0.01 اوكي واروح احسب الكيو من 36 ورا احسب رينولد نمبر وابسلون على دي عندك واحسب المعادله 417 ايش قد طلع 0.015 اذا تقارن 0.015 وهذا ما متساويين ايش اقول المفروض الجديد هو نفس هذا وصلت له هذا اعيد احسب فلو ريت احسب رينولد نمبر احسب ايش قد طلع نفسه اوكي تساوي هذا هو طبعا اذا ساوى هاي حاله جدا راقيه بس اذا فروقات يعني هسه مثلا هذا يجوز مثلا تتقبل به في 10 اس ناقص 5 الفرق بيناتهم اي ما يخالف فهذا previous example stray that if the either the pressure drop of the flow is unknown الان هاي الطريقه اللي استخدمناها the previous example stray if either the pressure drop or flow rate is unknown بدليل احنا حسبنا الفلو ريت the solution is iterative if unknown is diameter the solution will also be iterative since the diameter is necessary to evaluate the friction factor إذن هنا عندنا الفلو ريت unknown الدايامتر unknown نستخدم نفس الطريقة this fact has been proposed for several investigators ويعني هاي الطريقة أو هذا الأسلوب استحوذ او مثلا رغبوا له كثير من الباحثين وخاصه كانوا يشددون وحسابات الفريكشن فاكتورز ومقارناتها زين فلذلك ظهرت هاي الطريقه this expression incorporated في المعادله 435 والمعادلات اللي ظهرت معادله بنهادل اي بنهادل دي IGT 6 وايموث كل هاي معادلات حساب الفريكشن فاكتور على اساس قيمه الرينولد نمبر now using these relations for the friction factor في المعادله 36 the general form of the pipeline equations without F which become هاي المعادله E اكو حد اللي موجود اللي هو ال E هذا اللي هو ال efficiency factor and the value of A's هاي الصغار اللي تشوفها من A1 to إلى آخر هاي أكو جدول بيهن قيم هاي يعني هاي علاقات correlations زين هم must be estimated ونفس السؤال راح يعيد ويريد يحسب ال flow rate using the flowing data calculate the flow capacity ال Q نفسها بس باستخدام هاي الطرق وشوف ياها الأقرب يعني يا طريقة أقرب هم نفس الشيء أيضا راح نشوف بنهادل وايموث ان اول طريقه سوليوشن زين وايموث بن بي اي اي جي تي اس الى اخره فقارنها ويا قبلها فشاف عندك ايش قد طلعت عندك قيمه الكيو زين البايبلاينز ممكن تكون ان سيريز على شكل توالي وممكن تكون على شكل بارلل مو صحيح وانت هدفك ان تحسب شنو
capacity. وبنفس الوقت ما تنسى اكو pressure gradient يعني هو flow line هو افقي. فاذا راح يكون عندنا الامور التاليه دلتا بي توتال راح اساوي انه هبوط الضغط على الاول هبوط الضغط الثاني هبوط الثالث. بالمناسبه احتمال ان الاقطاع الرمات ما متساويه يعني انه صحيح سيريز بس شنو يعني ذني اقطاعها مختلفه فلذلك هبوط الضغط يحسب بهاي القاعده. وبنفس الوقت اف ال اي ال اي يعني الطول اكوفالنت على القطر اس 5 يساوي لنا هذا المجموع كل واحد طبق له فريكشن فاكتور والبارامترز مالته. شوف هذه الايز راح تسال تقول منين اجيب هاي الايز هي نفس اللي اعطيتك اياها بالجدول مال الطرق. فالطول الاكوفالنت المكافئ راح يساوي لنا هاي المعادله. اذا بارلل بالتوازي الفلو ريت راح يساوي المجموع. وايضا هذا القانون اللي هو مال مجموع حساب الكيو توتال بالنسبه للانابيب التي تكون بالتوازي. زين والدايمتر دي او فور ذا سنجل لاين او هاف ذا سيم فلو كاباسيتي اللي هو نفسه المكافئ القطر المكافئ. زين ناو ان ماني كيسز اونلي ذا بارت اوف ذا اكزيست بايب لاين ويل بي بارالل اور لوب in order to increase its flow capacity. فالمعادلة 41 نقدر نجمعها بمن بمعادلة جديدة. أما تقول شنو old و new فراح أقول لك new flow capacity after looping وال old هو flow capacity before looping. وإذا عندك هذا ال W شنو معناها وال Y أيضا شنو معناها زين فهذه هي الحالات اللي يميزها بال يعني عندما يجمع الفلو لاينز بشكل لوبينج حتى يعرف ايش قد قيمه الفلو ريت او ما يسمى بالفلو كاباسيتي. و الفقره الاخرى في هذا الفصل اللي هو effect of liquids تاثير السائل اثناء جريان الغاز. لهنا راح أوقف على الجزء الأول من محاضرة هذا الأسبوع وأكمل إن شاء الله الجزء الثاني. نشوفكم خير ونتمنى لكم الموفقية بعون الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.